بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مفاجاه اف تي بلس، مفاجاه اف تي بلس عامله برنامج جديد ذا بريميوم تريدر بروجرام. هذا البرنامج يا ساده يا كرام يسمح لك بالسحب الاسبوعي، كذلك لو ذهبنا الى الايميل اقول لك بقى الحاجات. دي السحب الاسبوعي اهو، هتقدر تعمل 8% ثم 5%، ده البروفيت تارجت. تمام، تقدر تترك الصفقات لما بعد نهاية الأسبوع، ومسموح ليك إن أنت تشتغل بالاسترجية الخاصة بـ SMS، وناس كتيرة بتشتغل بهذه الاسترجية، والألجوريزم تريدنج مسموح بيه، التداول الآلي مسموح بيه، والإكسبرتات مسموح بيها في هذا البرنامج. طبعا فيس 1 8%، فيس 2 5%، مينيمم تريدنج ديز لا يوجد، الرفع 31، ريلاتيف درو داون 8%، ديلي درو داون 4%، الحسابات 25 ب 247 مع اعمال كوبون الخصم اللي هو 10%. هم عاملين كوبون خصم 10% يستمر لمده يومين، لكن احنا معانا كوبون دائم 10% بهذه الشركه. 25 اهو ب 247 والخمسين ب 397، كده الخمسين افضل، يعني لما ده يبقى في حدود 400 وده 250 يبقى ده طبعا افضل الخمسين. المئة ب 547 يبقى برضو المئة افضل من الخمسين. تمام، لما تيجي تشتري حسابين بخمسين هيبقوا بحوالي 800، لكن الحسابين حساب ب100 ب 547 مع اعمال كود الخصم كمان هيبقى بحوالي هنقول 500، ده أمر ممتاز جدا. حساب الـ200 مفيش أي مشكلة، ب1097 مع إعمال كود الخصم هيكون بحوالي 1000 دولار. تمام، هو عامل الأسعار هتلاقيها غالية بعض الشيء، ليه؟ علشان السحب الأسبوعي. تمام، هنا بقى بالأسفل هيبدأ يقول لك اللي هو الدرو داون، بيعمل لك أمثلة على الدرو داون. هنا بيقول لك والله أنت بدأت معانا ب100,000. تمام، فالاربعة بالمئة ديت الديلي لوز ليميت 4% هتبقى 96,000. تمام، ده الاكزامبل رقم واحد. ده الاكزامبل رقم اتنين بقى بيقول لك ايه، انت لو بدأت ب106، تمام، اللي هو الديلي درو داون، فهنا يحسب لك الديلي لوز ليميت 4%، نسبة وليس قيمة. يعني حساب الديلي لوز بيكون نسبة وليس قيمة، كان زمان الشركات تعملها كقيمة، لا اصبحت كنسبة، وده افضل للمتاجر. اصبح ايه؟ اصبح معاك 4240، فبدل ما يقول لك من 106 ماينس 4000 يبقى 102، لا هنا قال لك 106 ماينس 4240، فاصبح 101760 بدلا من 102. تمام، طيب احنا كده حسبنا اللي هو الديلي درو داون. هنا بقى بيحسب لك بقى التراجع الكلي ريليتيف درينج درو داون. هنا بدات بكام؟ بدات ب 100,000، توتال درو داون ليميت 8000 اللي هي بتمثل 8%، فال100 ماينس 8000 بيساوي 92,000. ده الاكزامبل رقم واحد. اكزامبل رقم اتنين بقى بيقول لك ايه، ديلي هتبدا ب 103. تمام، فانت هنا توتال ترو داون كام؟ 8000. لو بصيت كده هتلاقي ان هنا بيحسب لك التراجع كلي كقيمه وليس كنسبه، لكن التراجع اليومي نسبه. تمام، هنا ال 103 ماينس 8000 95. تمام، طيب لما تبقى في الفند ان شاء الله، هنا بقى المهم الاكونت بالانس اكونت هنا كام؟ 115، ربنا كرمك وربحت 115. هو بيقول لك هنا ايه؟ التوتال درو داون ليميت هنا اصبح كام؟ 15,000. التراجع الكلي يا ساده يا كرام اصبح 15,000 لحدود ال 100,000. تمام؟ طيب هنا بيقول لك التريدر ممكن يسحب ايه؟ هو عايز يسحب 6,000. طب هيسحب 6,000 ليه؟ هقول لك ليه؟ ال 6000 دولت الشركه هتعطيه 80% منهم، هيبقى كام؟ 80% من ال 6000 هيبقى 4800. بيقول لك التريدر هيحصل على 4800. تمام، هتقسم بقى ال 6000 من ال 15000، مش ال 4800، لا هو حسب لك على ال 6000. تمام، لان الشركه بتاخد نصيبها. ال 6000 لما يتخصموا من 115 هتحصل على كام بالظبط كده؟ على 109. اكونت سايز اصبح الان 109، فبيقول لك 109 ماينس 100,000 يساوي 9000. 9000 ده هو ايه؟ التوتال درو داون.
اصبح تراجع الكلي الخاص بيك هو 9%. تمام. طيب قال لك بقى المثال التاني، ادي الاكزامبل التو، حسابك اصبح 110، توتال درو داون 10,000، كل اللي ليك في توتال درو داون هو ال 10,000. التريدر جه يسحب فسحب 10,000، تمام، فاعطوه كام؟ 80%، اعطوه 8,000. تمام. هنا بقى الاكونت سايز اصبح ايه؟ 100,000. ف 100,000 ماينص 100,000 زيرو، التراجع زيرو. تمام. فبيقول لك كده التريدر حصل على كل الدرو داون اللي موجود في الحساب، فاوتوماتيك كلوز على طول، كلوزت يعني هيقفل اوتوماتيك الحساب كده، هيقفل اوتوماتيك لو انت سحبت كل فلوسك اللي هم ايه ال 10,000، لا تسحب كل الاموال. لكن لو صاحبنا ده كان ترك مثلا 1,000 دولار، لا ترك 200 دولار، هل كان الاكونت هيتقفل؟ لا مش هيتقفل. فانت ممكن في هذا الاكونت اترك 1,000 دولار، ايه المشكلة؟ فاهم القصة؟ يعني اسحب 9,000 واترك 1,000 دولار، وال 9,000 دولار دولت، وانا بقى اكلمك بقى ايه قصايع شركات تمويل. انت فاهم؟ سيبك بقى من الكلام النظري، اسحب 9,000 وسيب 1,000. تمام. وال 9,000 دولت هات ب 1,000 منهم حساب جديد، وانت كده كده الحساب القديم انت ما خسرتوش، ال 1,000 دول بقى اشتغل واحده واحده لغايه ما ايه ما ترقي الايه الدرو داون على حسب الاستراتيجيه بتاعتك. لو الاستراتيجيه بتاعتك الدرو داون لا يلزمها 2,000 او 3، خلاص سيب 2,000 3 على حسب الدرو داون. ماشي. ممكن تسيب 4، ممكن تسيب 3، ممكن تسيب 2، انا بالنسبه لي هسيب 1,000 واشتغل فيه واحده واحده، وال 1,000 الثانيه هروح ايه مشتري في في حاجه ثانيه. تمام. في اكونت تاني في الشركة، يبقى انا معايا اكونت جديد هعمل المراحل الخاصة بيه، ومعايا اكونت قديم ومعايا 8,000 دولار. تمام. طبعا هنا بالانس 110، توتال درو داون مش 8,000 دولار، انا خدت 8,000 دولار، فانا كده هيبقى معايا 6,000 دولار، 1,000 تركتهم في لما اسحب 8 واحدة واحدة، لما اسحب 8 في 80% 6,400. تمام. 6,400 انا كده سبت ايه؟ سبت 2. تمام. 6,400 دولت انا هعمل ايه؟ اشتري بحساب ب 1,000، يبقى كده 5,400. تمام كده خلاص، افرح يا حسين. يا سي حسين، وكمان ايه الريفاند كمان هيعطيني الفلوس اللي انا دفعتها، فهيدفع مثلا 1,000 دولار، فانا هاخد 6,000، والحساب القديم ده لسه فيه 2,000 دولار، ومعايا الحساب الجديد اشتريته. تمام. وطلعت بفلوس، هو ده اللي مفروض يتعمل. تمام. فان شاء الله تكون فتحة خير في هذا الحساب، لان بصراحة هو عمل حاجتين، اللي اصبح الالجوريزم اللي انت تداول الالي اللي انت تقدر تشتغل بالاكسبرتات مسموح بيه، دي اول حاجة، واصبح السحب الاسبوعي ده شيء خطير جدا في شركات التمويل، والناس اللي شغاله في شركات التمويل تعرف يعني ايه سحب اسبوعي في شركه، فده امر ممتاز جدا يعيب الشركه، فقط اللي هو الريليتيف درو داون ده اللي يعيب الشركه، لكن تقدر بقى من خلال مخزن القيمه وتراكم الارباح تقدر يعني تزود وتقدر تربح ارباح طائله في هذه الشركه. شكرا جزيلا، وهتلاقي في الديسكريبشن بالاسفل اللينك الخاص بهذه الشركه والكود الخاص بخصم 10%. شكرا جزيلا.